يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الديلمي والبزار بسند حسن، يقول: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. طوبى، ما معنى طوبى؟ طوبى يعني الخير الكثير. طوبى لفلان يعني خير كثير لفلان. وطوبى هي شجرة في الجنة، شجرة في الجنة. طوبى، يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى يعني الخير الكثير العميم لمين؟ لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. هذه طوبى فيها بشارات للأجيال المتأخرة من أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلينا أيها الإخوة ألا نضيع هذه البشارة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طوبى لمن آمن بي وقد رآني، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. في رواية 3 مرات، في رواية 7 مرات. تصور كيف عليه الصلاة والسلام يعني مشاعر الفرح بمن آمن به ممن يأتي من بعد كيف فيه عليه الصلاة والسلام. ألا نبادله عليه الصلاة والسلام حبا بحب؟ ألا نبادله عليه الصلاة والسلام وفاء بوفاء؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طوبى ثم طوبى ثم طوبى 3 مرات، في رواية 7، لمن آمن بي ولم يرني، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. وهنا يقول: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. طبيعة النفس الأمارة بالسوء من الصغر تحب الانشغال بعيوب الآخرين. انظر الآن لو كان عندك أطفال 4 أو 5 أطفال، كل واحد عمال يدقق في عيوب أخيه يجي يشتكي، صحيح ولا مو صحيح؟ وربما كان الأطفال 2 اشتركوا بالذنب، من يسبق يلبس الجريمة كلها لأخيه، يكون عمره 5 سنوات و6 وإلى آخره. فعلى الوالد في هذه الحالة أن يلفت نظر الأطفال مع صغر سنهم إلى أن لا يتعودوا هذا الخلق الذميم، هو أن دائما يتنصل من الذنب وأن يلبس غيره بهذا الذنب. ويرحم الله تعالى شيخ الشيوخ أبو مدين رضي الله تعالى عنه الذي كان يقول: ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا، عيبا بدا بينا لكنه استترى. ما معنى هذا الكلام؟ ولا ترى العيب إلا فيك، كما جاء في الحكم، حكم بعض الأهل العلم: لا ترى عيب غيرك ما دام فيك عيب، والعبد لا يخلو من عيب أبدا. ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا، عيبا بدا بينا للغير لكنه استتر عليك يا أيها الإنسان، لأنك مشغول بالغير لا بالنفس. وكان بعض الربانيين من الأولياء يقول: الانشغال بالناس من علائم الإفلاس، الانشغال بالناس من علائم الإفلاس. لو أنك نظرت وجدت دكانين 3 جنب بعض، واحد أمين ومعروف ومحبوب يشتغل كثير، زباينه ما يوقفوا، هل ينشغل بجيرانه؟ لا أبدا. ولكن لو تنظر إلى جاره الذي لا يشتري منه أحد، جالس ينظر إلى هذا إلى هذا، مشغول بالآخرين. في قاعة الامتحان عندما المدرسة، الطالب المجد الذي حضر للامتحان يجلس ويأخذ الورقة والقلم، أعطي الأسئلة ما عاد يعرف مين على يمينه ولا مين على شماله، ويلا يكتب. أما الطالب الذي لم يدرس ولم يحضر تجد مشغول يراقب المراقب، ينظر إلى الطلاب مشغول بزيد ومشغول بعمر. لماذا؟ مفلس، لأنه ما في عنده، لو كان عنده معلومات محضر ما انشغل لا بالمراقب ولا انشغل بالآخرين ولا بزملائه ولا بمن حوله. الانشغال بالناس من علائم الإفلاس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن ننشغل بنفوسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكيس من دان نفسه. الكيس يعني الإنسان العاقل الفطن، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز في رواية، والأحمق في رواية، والجاهل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والجاهل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها الإخوة، علينا أن نأخذ من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة حظا، وهو أن ننشغل بعيوبنا عن عيوب الآخرين.
وأن نشتغل ليل نهار بإصلاح نفوسنا. ولو أن الواحد منا اشتغل ليله ونهاره بإصلاح نفسه فإنه يمضي العمر ولا ينتهي الإصلاح، لأنه ما ترقى عبد من العباد إلا إذا نظر إلى من أعلى منه وجد أنه بحاجة إلى شغل. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا، رأى في المنام أنه يوجد ميزان وضع صلى الله عليه وسلم في كفة ووضعت أمته كلها في كفة فرجح بها، ثم وضع أبو بكر في كفة وباقي الأمة كلها في كفة فرجح أبو بكر بالأمة، ثم نزل سيدنا أبو بكر وضع سيدنا عمر في كفة وباقي الأمة في كفة فرجح سيدنا عمر، ثم رفع الميزان. لو أن الواحد منا حاول وحاول أن يتلقى وقال والله مشي حالي أنا خلاص، قال له وين أنت وين فلان وفلان وأبو بكر وعمر وهكذا، معناته كل ما اشتغل العبد في أمامه مراتب عالية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن ننشغل بما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا ننشغل فيما لا يعني. واحد من الصالحين الربانيين توفي رحمه الله تعالى، كان مارا في طريقه إلى المسجد، وإذ بواحد من أهل السوق من أهل التجارة يناديه يا سيدي نرجو تبرك 10 دقائق بس هيك فنجان قهوة على السريع، قال يلا تفضل، أحب أن يجبر خاطره فجلس عنده. بمجرد ما جلس وكيف الحال وأهلا وسهلا مقدمات انتهت، قال له والله يا سيدي أنتوا يعني على رأسي ما شاء الله همة عالية وعلم كذا كذا، في ناس في مشايخ دباشر يعني بده يمدح ويذم، هذا شأن من؟ وإذ بالشيخ رحمه الله هذا الرجل رباني مباشرة قام، كان جالس قام حيله أخذ بيده قال له يا فلان ذكر الخلق داء وذكر الخالق دواء، السلام عليكم يلا يا سيدي فنجان، قال يلا ذكر الخلق داء وذكر الخالق ايش دواء، هذا القول لسيدنا عمر بن الخطاب ويردده العارفون كثيرا، ذكر الخلق داء وذكر الخالق دواء. نحن علينا ان نسير على منوال هؤلاء الربانيين من عباد الله. اذا انت مارس في الطريق وجلست عند واحد في المحل او في الاوضة او في البيت وما شاكل ذلك وصار يذكر فلان وفلان من الناس، اذا كنت مستعجل تصير مانك مستعجل تجلس تتنفس اخبار المجتمع وعلى فلان وفلان الى اخره، اذا كان صار يذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن وهكذا ذكرك بالله مباشرة تقول يلا بيسوي لحاله شيخ الاسلام. ذكر الخلق داء وذكر الخالق دواء، والعاقل من ينشغل بذكر الله لا بذكر الخلق. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.